ومعنا عبر الهاتف سعادة السفير حمد العامر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون سابقا. أستاذ حمد، بعد التحية، كما تعلم بأن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل، هو الذي وضع أسس الدبلوماسية الكويتية مما أكسبها احترام العالم أجمع وتقدير المنظمات الإقليمية والدولية، وهو من دافع عن حق الكويت في المحافل الدولية وعن القضايا العربية والإسلامية. هل تحدثنا أكثر بهذا الخصوص؟ أولا أخي العزيز، أود أن أتقدم بأحر التعازي والمواساة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى بوفاة أحد الرجال المشهود لهم بالرؤية الثاقبة والمبادرات الإنسانية المهمة على المستوى الدولي والإقليمي ومجلس التعاون حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، كما أقدم التعازي لأسرة آل صباح والشعب الكويتي الشقيق وقيادته الرشيدة في هذا المصاب الجلل. بالنسبة للسؤال أخي العزيز، أود التوضيح بأن سموه رحمه الله كان عالما بارزا وسياسيا معروفا في منابر السياسة الدولية. لقد تولى وزارة الخارجية لأربعة عقود، استطاع خلالها أن يضع الكويت في قلب العالم وأن تكسب احترام الدول لمواقفها الداعمة والمحبة للسلام والعمل الإنساني. لذلك كرمته الأمم المتحدة رحمه الله في سبتمبر 2014 بلقب أمير العمل الإنساني أو أمير الإنسانية، تقديرا لجهود سموه في خدمة الإنسانية جمعاء. جهود الكويت الدبلوماسية في عهده وفي الفترة التي كان فيها وزير الخارجية واضحة المعالم على كافة المستويات، سواء على المستوى الإقليمي أو العربي أو الدولي. إقليميا وعلى مستوى مجلس التعاون كان الكويت دور مهم في مرحلة التأسيس، ووضع الأسس الثابتة لمجلس التعاون ومبادئه المحبة للسلام والأمن، وكان أول أمين عام لمجلس التعاون من دولة الكويت. وقد استطاعت الكويت أيضا بفضل دبلوماسيتها وخبرتها السياسية بقيادة صاحب السمو رحمه الله من أن تجعل العالم يقف معها دبلوماسيا وسياسيا في الأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي والجامعة العربية وكافة المنابر الدولية والدول المحبة للسلام، وذلك بعد الغزو العراقي الغاشم للكويت. هذا الموقف الدبلوماسي الدولي ما كان ليحصل ويحظى بهذا الدعم الدولي بدون استثناء لولا وجود قيادة دبلوماسية قادها سموه رحمه الله وطاقم وزارة الخارجية الكويتي. أحب أن أنوه هنا أيضا بدور صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح رحمه الله في تعزيز العلاقات البحرينية الكويتية، وذلك في بداية استقلال البحرين. لقد كان لسموه علاقة خاصة بالبحرين وخاصة بسمو الشيخ محمد مبارك الخليفة وزير الخارجية آنذاك، وقد استطاعت البحرين من خلال وجود الشيخ صباح رحمه الله أن تستفيد من الناحية الدبلوماسية في بناء الدبلوماسية البحرينية وهي على أبواب المحافل الدولية في السبعينيات أول استقلال. لقد استقبلت الكويت المعهد الدبلوماسي عدد من الدبلوماسيين البحرينيين، كما شارك عدد من الدبلوماسيين البحرينيين في وفود دولة الكويت الأمم المتحدة والجامعة العربية. كذلك دعمت الكويت وزارة الخارجية البحرينية بخبراتها في إعداد اللوائح والأنظمة التي تنظم العمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية. الحقيقة أن العلاقات بين البحرين والكويت هي علاقات تاريخية، وكل ما نتكلم بدور الكويت المهم جدا في بناء
أو تعزيز هذه العلاقة المتبادلة، يعني نكون حقيقة مقصرين، لأن القيادتين في البحرين والكويت ومنذ أقدم العصور يعني عمل على تعزيزها بما يساهم في المزيد من التعاون المشترك لصالح الشعبين الشقيقين. يعني شو أقول لك، يعني هناك توافق في الرؤى، في المواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية والدولية. اتسمت هذه المواقف دائما بنهج الحكمة والتمسك بالرغبة الصادقة في تفعيل التعاون الثنائي الذي انعكس حقيقة إيجابا على علاقاتهما الاقتصادية لظل وجود شراكة اقتصادية. بالتأكيد نعم أستاذ حمد، وهو ما عاد بالنفع والخير على البلدين والشعبين الشقيقين. شكرا لك سعادة السفير حمد العامر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السابق، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.